قدامك كوبا. بدأت قبل 4 سنين، بابا علمني هذه الرياضة، عرفني عليها، فأنا حبيت أتعرف عليها أكثر، فبديت أنزل معاه على البحر أتعلم عليه على القارب، فأنا حبيت هذه الرياضة وصرت مرة على مرة أنزل معاه على البحر وأتطور. بحس بالحرية بالفرح وأنا بمشي في هذا القارب، بحس إني بسيطر على الأمواج، بمشي مع الهواء، فبيكون هذا الشعور كتير حلو. أمنيتي هي إني أسافر برا، أشارك بالمسابقات الدولية اللي بتصير برا، أتعرف على البنات اللي قد اللي بسوقوا هذا القارب وأتعلم منهم. الصعوبات هي الاحتلال، الاحتلال الإسرائيلي بيمنع إنه بسبب المعابر طبعاً، بيمنع إنه المدربين الأجانب يجوا هنا على غزة، وكمان إنه إحنا نسافر عندهم، وكمان قطع الغيار مش متوفرة لهذه القوارب، برضو الاحتلال بيمنع وصولها إلى غزة. في الواقع وجدت عندها حب للرياضة هذا وشغف مش طبيعي. تعلمت السباحة من سن مبكرة وكانت هي متفوقة في المدرسة وفي المطالعة وفي الرياضة البحرية. تفاجأت إنها عندها حب كبير لها الموضوع. شافت أخوها وأختها قبل هيك كانوا وقود القوارب هذه، فهي كانت عمرها 8 سنوات، اهتمت تتعلم، حست بالثقة بالنفس، نوع من الحرية. أنا شجعتها عشان تطلع من الضغط النفسي اللي كانت تسبب الحروب والهجوم على قطاع غزة، وكمان كان دافع تاني إن ننشر هذه الرياضة بين الأطفال. فأنا بديت في أبنائي تشجيع للآخرين، لأنه الآخرين كعائلات ومعرفتهم بالمضايقات الإسرائيلية وإطلاق النار على قوارب الصيادين، ففي تخوف عند العائلات في إرسال أبنائهم لتعليم هذه الرياضة، فبدأت في أبنائي لتشجيع الآخرين.